السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا يخني اللوبيا بالسل. ماشي. تعال نعمل حاجة حلوة وجميلة وتعجب حضراتكم. عندي لحم مفرومة وبصل وتوم وسل ولوبيا. عندي شبت وكزبرة خضرة. توم وطماطم وهريسة وبابريكا وبهارات جوز الطيب. كزبرة ناشفة، فلفل حار، زيت زيتون، ملح وفلفل. أهم حاجة في الأكل ده عندي الشبت والكزبرة. الشبت والكزبرة. أول حاجة بنعملها بنسمي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط كده إيه؟ زيت الزيتون ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. آدي البصل. بعد كده ندش حبة التوم بتوعي اهم بعد كده نجيبهم عندي البصل وادي الثوم نبدأ بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. وفين يا ابن الجوانتات اللي هنا يا حبيبي؟ عند الجيران؟ ماشي مش مشكلة. نعمل بقى شوية كفتة حلوين. اللوبيا دي انا بعشقها هي والفاصوليا البيضاء. بس تتعمل بما يرضي الله. تتعمل صح. ولا القلقاس ولا جت على راس ناس. بالبيس. ببرنا انا الكفتة بتاعتي دي. وحمرها مع البصلاية. اول حاجة المخرج قال لك بدأنا نعك. اشكرك. متشكرني يا غالي. تطلعش منك لعبة ناقصة. حبيبي يا رسول الله. اللحمه المفرومه دي بتبلها قبل ما اعملها. مش بجيبها لحمه مفرومه فسك كده واشتغل بيها، لا. بديها توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل وتوابل، وبصل فريش وتوم فريش، بفرمهم في الكبه، وبعد كده برنقها واقليها كده قدام حضراتكم. ايوه. حبيبي يا سيدنا محمد. نعم يا فن. انت تعبت؟ طب يا اخوان ماشي. احمد ربنا غيرك ما عندوش. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني ولا غير محطة ولا نروح في اي حتة.
رجعنا بعد الفاصل وكده حطينا الكفته اهي قدام حضراتكم عشان تستوي. بعد كده عندي السلق بتاعي، باخد الليفز بتاعه شكرا يا استاذ جمال. طبعا انا ممكن اعمله من غير لحمه، هيبقى وجبه حلوه لاخواتي المسيحيين. ممكن اعمله من غير لحمه زي ما هو كده، يبقى لاخواتي المسيحيين. ست سعاد، طب حاول تكلمها تاني يا فندم. قال له ايه يا عم الحاج؟ ده انا قلبي معاك ثانيه بثانيه. جمال جايب لي حبه سلق يعني نعمل بيهم فرح. يوم امال ما هو الاثنين بيغطوا بعض. كده البصله بتاعتي احمرت فلفل حار، كزبره نبشه، بهارات، بابريكا، ها ريسه، كمون، اهم حاجه الكمون خلي بالكم، وادي الصلصه، وادي الصلصه اهو. صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي. شوية ملح، شوية فلفل، خليها تنمل مع بعضيها كده وارجع بقى اشوف اعمل ايه مع حضراتكم. عندي ست الحاجة أم محمد، سلام عليكم. الله بركاته. ازيك يا ست الحاجة؟ الله بركاته. أمور يا أمي. ازيك يا شيف؟ ألف سلامة على علاء. تسلمي لي يا أمي، ربنا يبارك لك. سلامة على علاء يا رب. تسلمي لي يا حاجة، الله يبارك لك. ربنا يديك الصحة يا رب ويقويك. الله يخليك يا حاجة، تأمريني يا أمي. أنا عايزة حد يساعدني، أنا مقاعدة وجوزي متوفي وعليا دين. وعليا دين 3600، ولا عارفة أسد الدين، ولا عارفة أجيب علاجي، ولا عارفة. طيب طيب سيبي رقمك إن شاء الله ربنا يسر الأمور. شوفي عليها دين قد إيه، ربنا يصلح الحال ونشوف هنتحلها إزاي. على عيني يا أمي. شوية شبت وكزبرة خضراء. شوية شبت وكزبرة خضراء.
نعم يا فندم. مساعدة وانت تسددين مصر. ده انت هتاخد مش عارف بالايه. انت المسؤول على اللي يحصل لك. اسأل مجرب. ها انا حد ماسكك. شد حيلك الله يعينك. شد حيلك الله يعينك. وانت اللي جبته لنفسك. طيب كده هنا بقى. اهو. برضو حبة زيت زيتون. وادي التوم المفروم. مكعب المرق. نصلي على حبيبي سيدنا محمد. الحمد لله. كده ننزل بقى بالخضرة. اهي خلاص يا باشا. احمد ربنا غيرك ما عندوش. ما هو ده منا اهو. ولا حاجة نافعة. ولا حاجة نافعة يا اخوي. البرد لما بيجي بص ده كورس لازم تاخده. لازم تاخده. هتاخد مصل بقى تاخد علاج تاخد مش عارف. بس هو الجدعانة ان ما يطولش معاك. لكن هو هيجي هيجي لابد منه. طيب كده هنا حطينا مكعب المرق. ليه؟ عشان هزوده شويه شوربه او شويه ميه. ثوم مكعب مرق والسلق. يا ست الحاجة ام ايمن سلام عليكم. ادي اللوبيا بتاعتي. شربين عامل ايه؟ في نعمة في نعمة والحمد لله. الله يخليك يا شيف شربين. انا ست ام ايمن اللي كلمتك يوم الثلاث بعد اذنك. انا اتصلت بكم مرتين الخط فصل. اللي قلت لك ان انا محتاجة حاجة مساعدة بس قلت لك حاضر. قلت لي تعالي لي عند بابا 4 في اكتوبر. قلت لك ما اقدرش عشان عندي عيل صغير. قلت لك خلاص ابعت لك على صندوق البريد. انت سبت رقم تليفونك ورقم بطاقتك؟ ايوه سبتهم وما فيش. حولت البوست ما لقيتش حاجة حضرتك. بكرة يكونوا عندك. على عيني يا ولاء. ادي عيسى الرقم والنبي يبعت لها الالف جنيه. على عيني يا امي. حاضر. على عيني يا امي. على عيني يا امي. كده شوط ما مش كتير. دي الخلطة بتاعتي الجميلة دي. زي ما بعمل القلقاس. بس دي بتاخد خضرة. دي كده هنا اهو. معمولة بقى باللحم المفرومة كده. نعم يا فندم. ما انا بقول زي القلقاس. وانا اتكلمت الوندي. لا اله الا الله. لا 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 ده البرد اشتغل عندك بجد بقى. لا شد حيلك يا حبيبي. قول. ناخد. حاضر يا باشا. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ولا نغير المحطة. ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. وكده بقى هنا ادي شبت سلق كزبره خضراء. اهو ده الطعم الجميل اللي احنا بنحبه. الدنيا اختلفت تماما.
معانا اهو. احنا اتفقنا مع حضراتكم ان احنا عايزين ناكل حلوه وحاجه حلوه وحرشه. ياخد غلوته وبراحته ندخله الفرن ونشوف هنوصل ليه معاه. الريحه طالعه مش عايز اقول لكم. لا يا حبيبي ده ريحان، ربنا يريح قلبك. والله انت هتوديني في داهيه على اخر الزمن. ما انا قلت كده برضه، بس التاني اللي قاعده متنيه تلات تنين جنبك قايله لي كده. طب اعمل ايه بس؟ يعني اسمع كلامك ولا كلامها بس؟ خلاص بسمع كلامها. حاضر كده حدايا. اللهم صل على النبي. حبه كسكسي ليبي. اوعى 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 اوعى. طب يا عم جمال مفيش حبه سمنه بلدي ولا شويه زبده للكسكسي؟ ولا عايز تعمله بالزيت برضو؟ ماشي. نجيب بقى دي كده اهو، ونظهر نفسنا قدام الناس ان احنا بنعرف نشتغل. احنا بنعرف نشتغل ولا حاجه. حله دي كبيره، عايزين حله صغيره. مش فايده، خلاص خلينا في الكبيره دي. هنعمل حبه كسكسي ليبي. طيب عندنا اللحمه بتاعتنا بتتسلق، وهنحمر او هنعمل كسكسي بشويه زبده او سمنه. زبده او سمنه. تلاقينا بشوية زبدة يا حبيبي. هات يا حبيبي. يا نهلة يا نهلة. ست نهلة ازي حضرتك يا شيف شربيني؟ صباح الخير يا ست نهلة. ازي حضرتك؟ صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. الله يخليك، تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي بتعملها. كل سنه وحضرتك طيبه يا بنتي. وانت طيب يا شيف. يا شيف ممكن معلش تطمنا على الشيف علاء؟ والله علاء زي الفل يا جماعه، الناس مكبره المواضيع وعمالين يكتبوا ويعملوا في عكو. الراجل زي الفل وفي بيته، وعمل العمليه قعد 24 ساعه في المستشفى وطلع وفي البيت وزي الفل الحمد لله. وبشكركم على يعني اهتمامكم بيه، لكن هو بخير وفي نعمه والحمد لله، وربنا شفاه وكل حاجه. بس هي مساله وقت بس، لان العمليه بسيطه خالص مش كبيره زي ما انتم متوقعين، او الناس مهوله المواضيع شويه زياده على اللزوم. لكن هو زي الفل الحمد لله موجود وطلع. نعم يا فندم. كتر خيركم طبعا، يعني الواحد يعني مش عارف وقت جمالكم فين. يعني الشعب الجميل المحترم اللي بيقف معانا في وقت الشده. شكرا. كده حطينا الكسكسي بتاعي وهسقيه بالشوربه بتاعته، شوربه اللحمه اللي حدايا ده. كده ده ندخله الفرن. نصلي على رسول الله. الطاجن بص يا باشا بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب. دي الحاجة اللي هي جديدة وحلوة وما اتعملتش قبل كده. you
بخش الفرن بقى، بس اخد الشوية الفاضلين دول لان انا ما بحبش عندي حاجة تفيض. ست منور هام. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا فندم. انت طيب حضرتك، عامل ايه؟ الله في نعمه يا امي، اموريني يا امي. انا طالبه بنتي فاضل لها 3 شهور وطالبه اي نوع من انواع الجهاز، مش طالبه فلوس. نعم يا فندم؟ طالبه اي نوع من انواع الجهاز، مش طالبه فلوس خالص. اي نوع من انواع يا فندم؟ الجهاز، هي عروسه فاضل لها 3 شهور. اه. وطالبه اي نوع من انواع الجهاز، اي نوع. حاضر يا فندم، سيبي رقم تليفون حضرتك والله المستعان. على عيني يا بنتي، على عيني يا بنتي، على عيني يا بنتي. اشكرك يا ست الكل. يا رب فك حديقة كل متضايق. حبة ملح. بعد كده اسيب الشوربه بتاعتي زي ما بنعمل الرز. عايزه مفلفل، ما تبقاش معجن ولا ميته ياما. نعم يا فندم. والله ده انت كويس، انت عايز تروحنا بقى. مين؟ عبابة الراجل حط الفاصوليا نيه ما شاء الله عليه وعملها زي الفل وطلعت بايظه زي الفل. طب انت عايز منه ايه تاني؟ ما انت قايله بوظ الاكل والراجل عمل اللي انت قلته عليه. طيب كده هنا المخرج بدلنا على الرذيلة، المخرج بدلنا على الخطأ، واللي بيساعده محمد سمير بقول له وقع الدنيا في بعضيها، المدير بتاعنا بقول له وقع الدنيا في بعضيها. ماشي، انا ما عنديش مشكلة خالص، هي كلتها ديت عربية الفول هطلعها واقف عليها وخلاص الحمد لله وزي الفل. طيب كده فين بيت الزبدة اهي. مين يا فندم؟ يا ست الحاجة فتحية. الو يا شيخ. ست الحاجة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا شيخ؟ في نعمة يا حاجة، زي حضرتك؟ ربنا يخليك. أموريني يا أمي. الله يخليك، سلامة علاء. الله يسلمك من كل شر، ربنا يجبر بخاطرك يا ست الكل. ربنا يخليك يا شيخ. حبيبتي أموريني. تحت أمر سعادتك يا فندم، أشكرك. كده هنعمل الكسكسي. وطاجن دخل الفرن. والمخرج بيقول لي شكلك مش هتطلع الحلقه النهارده. بشكرك يا سيدنا محمد. طيب هنجيب بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اعرف ازاي، وريني الورق الاول عشان شكل كده الست اللي موجوده معايا ديت نهارها مش هيعدي. فين الهريسه؟ مم مم مم، وانت بتحضري ارواح. عايزين حبه هريسه عشان الناس ما تحجوش عليها في ليبيا. تعبت. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا غير محطه ولا في اي حته.
رجعنا بعد الفاصل كده. البصلاية اصفرت حطينا معاها. انا بعمل بطريقة حلوة جدا غير الطريقة اللي هي التقليدية بتاعت ليبيا، لان هيقولك انت بتقلدنا. ليبيا بعمله بصل ترنشات كده او سلايس، وبيصفروه بدون شوية كركم، وبعد كده بيحطوا معاه الحاجات بتاعته كده. هنا هنا اهو ادي حمص، ادي هريسة مع الشطة، وادي صلصة. انا مش عايزه يبقى صلصته كتيرة لان هو باخد كركم بس، بس انا بعمل حاجات جديدة اهو. ياخد بقى بطاطا، ياخد بطاطس، ياخد جزر، ياخد كوسة، بس كله متقطع تقطيعة كبيرة اهو. ياخد بتنجان برضو، كده اهو. نصلي على الحبيب. بعد كده نحط معاه اللحم عشان ناخد طعم اللحم. ادي كمان بتنجانية، صلي على حبيبي سيدنا محمد. ادي اللحمة بتاعتي. شوية من الشوربة نقلب كله مع بعضه. شوية ملح يا ست وداد. سلام عليكم يا ست وداد. اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا ست وداد. ازي حضرتك؟ الكسكسي بتعمل حاجات فعلا فيها جوزة وفي كل شيء، بس مش كده. نعم يا فندم. مش كده الكسكسي الليبي خالص. انا حضرتك لسه جاي من ليبيا في شهر 9 واكله هناك، بس انا عامله بطريقة تانية غير الطريقة بتاعتكم. لا وانا قلت لكم لسه دلوقتي على الهواء. لا لا حبيبتي تأمريني بطريقه شويه كده بس. احنا بنعمل البصله بتعمل البصلايه صفرة كده. ايوه ما انا عارف والله، والحمص والحاجات الحلوه بتاعتكم انا عارف، بس انا بعمل تغيير، لازم نغير في اكلنا اللي عملناه قبل كده كتير. ممكن تغير بس كده يعني ان شاء الله كدا. طبعا يا فندم. بوخ الكسكسي احنا بنبوخه دبيخ، ما بنعملوش في الحل. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ست الكل. اهلا بيكي. احنا كنا في ليبيا بطريقه طبعا غير كده، وانا لسه بقول لكم يا جماعه ان هو بيتعمل له بصل يخني، لكن انا مش عايز اقلد حد، انا بعمل حاجه اللي هي الجديده. اشكرك يا ست الكل، اشكرك يا امي. طيب كده هنا، وادي كمان شويه فلفل حرقين اهم. وشوف بقى الكسكسي بتاعنا، بيقول لي بوظته ولا لسه؟ قلت له لا لسه اهو. بصوا مفلفل اهو، اهو مفلفل يا باشا اهو، شايف عامل ازاي؟ ونستبح على الصبح بقى عشان ايه؟ نكيد العوازل. تسلم لي. نغطي بقى ده كده اهو، نخش بقى على الطبق اللي بعده عشان المخرج قال لي قدامك حاجات بسيطه وتروح وما تصدعناش اكتر ما احنا مصدعين. قلت له حاضر يا فندم. عندي حبة سلطة حلوين. عندي
حبه سلطه حلوين، نشوف هنعملهم ازاي مع حضراتكم. عم الحاج نعيم الله يبارك له، حبيبي اخويا، بعت لي من حداه شويه ذره صفرة وشويه فاصوليا حمراء على البيت. قلت طب انا اخد شويه منهم واعمل بيهم حاجه للشغل، عشان انا شايف الحاجات دي حلوه وجميله وعايز استغلها. يبقى النهارده عندنا سلطه حلوه جميله من عند عم الحاج نعيم. طيب شوف مقاديرنا، عندي بسطرمه بالخضروات المشكله، طماطم، بقدونس، زيت زيتون، فلفل اسود وبسطرمه، كابوتشا، فاصوليا حمراء، ذره صفراء، زعتر، خل ليمون، عصير ليمون، مينيز. انا ما بعترضش على كل الكلام دوت غير ان انا احط حبه زيت كده الاول وهشوف هعمل البسطرمه بتاعتي ازاي. انا اهم حاجه عندي البسطرامي جاي، اشوف شكلها حلو ازاي. دي شكلها يجنن يجنن. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، انا عايز اعملها بطريقه حلوه بقى عشان ايه ما يبقاش عندي خامات حلوه وشكلها نظيف وانا عكها، لازم نعملها صح. التاني قاعد فوق في مكتبه بيقول لي ما انت دايما بتعك. اشكرك يا عم محمد، اشكرك يا عم محمد، عادي. انت ما هو ما هوش مكتب، قاعد على السويتش ولا على التحويله. ماشي. دي حبه الذره الصفرا دي والفاصوليا، دول ليهم طقوس معانا في اكلهم، واسالوا الحاج عصام عليه. يوم الصبحيه وراح جايب الذره مع الفاصوليا مع الزعتر مع زيت الزيتون مع شويه خس، وروح ضارب فطار عالي، روح ضارب فطار عالي، ويجي يقول لي انا عملت كذا كذا، وانا غير منه، وانا غير منه. ليه؟ بيعرف يعمل اكل وانا ما بعرفش اعمل. ست الحاجة ام محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا ست الحاجة. الله يسلمك. اموريني لو سمحت يا شيف انا محتاجة فلوس. نعم؟ لو سمحت يا شيف انا محتاجة فلوس. طب سيب لك يا خدام سعادتك يا فندم. حاضر يا فندم، على عيني يا فندم، على عيني يا بنتي. شكرا لاتصالك. دي الذرة، قصدي الفاصوليا، وادي الذرة، بقدونس، يا صلاة النبي، وادي الزعتر. نعم، نعم يا فندم. تاني؟ مش عارف اعمل معاك ايه. طيب بصوا بقى كده، هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، وربنا يكفينا شر المداري، ولا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وكده بنحمر الباسترامي. المخرج قال لي كلمة دلوقتي حلوة، بيقول لي أنت بتعك ليه؟ هي البسطرمة بتتحمر. قلت له يا عم الحاج أي حاجة بتبقى فيها سلمانيلا اللي هي الحاجة الهاند ميد، ولازم تاخد شنطة على النار كده أهو،
انا بحب اكلها نيه للوكيل. حلوه. اشكر الله وصلى على النبي. نخلص بيت الطماطم بتاعتي بقى عشان هو عايز نرغي معاه واسيب الشغل وايه القطر يفوتني. اطلع بس اللي في الفرن كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اوعى بص بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب اهو. ولا سحر ولا شعوذه. الله عليك يرحم لك والديك. يا ريت وحياة النبي ياما. وحياة النبي ياما. ادي النينا النينا. شفت القعده بتنبر جنبك يا ناكا يا دي. ولا قلتش حاجه وانت اللي بتوزني. انا بريء. لا لا خلاص انا سلمت نمر. خلاص كل سنه طيب. سلمت نمر المرور. اي خدمه يا باشا. اهو شو بقول لك كنت فين يا خشب لما كنت انا مسمار؟ اشتغل. طيب كده هنا كده اهو نصلي على الحبيب برضو. اما بتتحمر كده يا جماعه تبقى نقيه وحلوه وفله. اذكر الله وصلى على النبي. ده مبقول منك. انت عايز تروح النهارده؟ طيب ماشي. احنا بس هم هنضرب حبه البتوع في البتوع وخلاص. ادي هنا زيت زيتون، عصير ليمون، وشويه خل، ملح وفلفل. وادي الفلفل وادي المايونيز. كده اهو نشيل ده من هنا اهو. صلي على الحبيب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طيب نشيل بقى كل حاجة من هنا عشان ايه هنلم الفرش.
كده هوبا، اللهم صل عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد. وده خلاص نجيب ده كده اهو، وادي في ليبيا بحطوا الزبيب. نعم يا فندم. لا يا باشا ده اهو 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 لا ده انت جاهز بقى. ماشي يا باشا، حاضر يا فندم، خدام سعادتك. انا صفر رمل عشانك يا باشا، ملهاش في الارض عيب. طيب نيجي بقى هنا، ندفع النار بس. طبعا يا جماعة ليبيا ما بتعملش الكسكس كده، تونس ما بتعملش الكسكس كده، المغرب ما بتعملوش كده، لكن الشربيني بيعملوا كده. يبقى احنا لازم نقول الحق، احنا بنعمل حاجة جميلة وجديدة، وانتوا ليكوا حرية الاختيار. لحمة ضاني وادي شوية من الحمص. اللهم صل على النبي. بقول لي امال هتودي الباقي فين؟ خافش والله مش هاخد حاجه، متقلقش عليا. دايما كل واحد بيبقى معتز بشغل لنفسه، وطباق يعملها يبقى بحاجته يعني. ماشي نيجي ده كده، والدريسنج بتاعه اهو عشان هو المخرج شكله مخونني مخونني اهو. بيقول لي ما هيش باينة في الطبق، قلت له حاضر اتفضل يا باشا.
مفيش مشكلة، أنا عارف أنا عارف يا باشا. ده الدريسنج بتاعه، نشيل بقى ده من هنا، نقفل النملية ونجيب دي كده اهو، ونشيل دي هنا اهو. ومال الهوا ياما مال. المفروض ده بتعمل ببيف بيكون كريسبي زي كده، لكن انا بعمل الحاجات الحلوه دي عشان الولده الهنا ده، عشان المخرج ده. لما بتبقى محمصه كده يبقى لها طعم جميل، طعم جميل وغير ما تتخيلوا. يبقى ده كده هنا اهو. عايز اشكر ابني وحبيبي واخويا السيد المخرج محمد فهمي، واشكر كل الكاست اللي معانا، ونشوفه بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله.